بعد ذلك صلى خادم الحرمين الشريفين ركعتي تحية المسجد. ثم أدى خادم الحرمين الشريفين صلاة العصر مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف. عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. وقد رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته للمسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.
هذا وقد شرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اليوم مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة تكريما للملك المفدى، وذلك بقصر سموه بالمدينة المنورة. هذا وقد شرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اليوم مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة تكريما للملك المفدى، وذلك بقصر سموه بالمدينة المنورة. حضر مأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. هذا ويرعى خادم الحرمين الشريفين بعد غد الثلاثاء الحفل الكبير الذي تقيمه الهيئة الملكية للجبال وينبع، حيث